انا خايف يا زمار. بابا كده طيب. زمار احنا لابسين دي ليه؟ خبي عشان نتنكر لو هم خرجت علينا ما تعرفناش. عندك حق. اسمعوني كويس، امي دلوقتي في الحمام، قدامنا 29 دقيقة وواحد وتلاتين ثانية والعملية تبقى انتهت. ايش معنى 29 دقيقة وواحد وتلاتين ثانية؟ انا شفتها في اليوتيوب كده، محدش يتناقشني. اخلص حبيب. في ايه؟ بتوترني ليه؟ خايف وانا لسه قلت لك حاجة. مش عايز اموت. حبيب انت جاي لحد هنا وتقول لي مش عايز اموت؟ انت هتكمل. هتقف عند الباب، لو حسيت ان امي جاية هتزمر لنا. يلا ربنا معاك يا دكتور. يلا انت هتوسعها ليه؟ يلا يلا. عسليه يا زمارة، لازم نقشط الاوضه دي كلها في 15 دقيقه. والام دخلت بالبتاعه اللي في ايدك دي وعلى راسها كده هتموت. قضاء وقدر. بتهون عليكم امك يا زمارة؟ ايوه. انا ما تهونش عليا، لا دمي برضو شالتني 13 شهر ببطنها. خبي كمان مش عارف تحسب شريطك قد ايه. نسيت يا سليه، نسيت ان امك دي بتاكل اكلنا وبتشرب شربنا. فاكر لما كانت بتجيب اللحمه توزع علينا السمين وتاكل هي اللحمه الحمراء؟ فاكر لما كانت بتعمل موز باللبن كانت تشربه على بق واحد واحنا نلحس في الخلاط؟ خلاص يا زمارة، امي اول ما تخش بالبتاعه دي في قلبها. ايه ده؟ ايه ده؟ ويهون عليك امك عسليه. اه طول يا ما تعبتنا. دي كانت بتدعي لي الدعوه بفلوس، كانت تقول لي واد عسليه روح ربنا يكرمك ب 45 جنيه 46 قرش. كانت لما تقول لي واد عسليه وروح يا رب احبب في خلقه كانت بتاخد 70 جنيه 46 قرش. تبقى دي ست ديت يا زمارة؟ لا تبقى دي ست يا زمارة. يا راجل ده الشحات بديله نص جنيه بيجريني يا داعية. خلاص يا زمارة، احنا نقتلها وبعد كده نسرقها. لا احنا نسرقها فتموت بحسرتها. وتهون عليكم امك يا زمارة. لا ما احنا نأجل السرقة بقى كده، مش هنسرق. بس انا خايف بصراحة. يلا يا مباهيك فين البشكير؟ الله يخرب بيتك، ده انت بتلي زي قلتك. ايه ده؟ ايه ده؟ خير ان شاء الله. هو انت دايما كده عامل زي البورصه، الاقيك في الحمام الاقيك هنا في الحيطه. في ايه؟ ايه اللي مدخلك عند اوضتي هنا؟ انت مين يا ده؟ انا شفتك قبل كده ولا مين يا بنت؟ ولا انت مين؟ ايه؟ انا حبيبي ابن ظريف. ظريف ولا زفت طين على دماغك؟ بلا ظريف بلا لطيف، دمه تقيل انت. وهو ايه اللي مدخلك عندي الاوضه؟ فهمني وقول بسرعه وانجز بدل ما اقتلك. اقول لحضرتك بداخل اعمل ايه؟ وتمشيني؟ امشيك مشاش في ركبك؟ لا طبعا، لان انت داخل بنيه مش سليمه، يا اما تحرش يا اما سرقه ولازم اقتلك. لا زمارة وعسلية جايين يقتلوك. ايه؟ انت بتقع بيني وبين ولادي؟ ها يا كذاب؟ ومستخبين هنا ورا الباب. ولادي؟ انت بتتكلم جد؟ والله العظيم معانا انك تسرق معانا تاني. يا كذاب! وحياة امك انت هو؟ يا كذاب وشلب معاكوا تاني؟ انتوا جايين تقتلوا امكوا؟ لا لا والله العظيم احنا جايين نسرقك. تسرقني كمان يا نصاب يا نوري؟ وانت بتهبب ايه؟ انا ياما جاي ضيفت امي عليك، وحشتيني ياما والله. ايوه بقى اللي في ايدك ده بتطمن عليا؟ ده مفك وبنسى ياما والله. مفك عيد ميلادك ياما. وحياه امك مفك هفك بقى بيه عن نفسي، والبنسه احطها في شعري. يلا يا نصاب. وانت واد اللي في ايدك ده حبيبي فالنتين ياما. حبيبي فالنتين على دماغك ودماغ اللي خلفوه. ما دي ادوات الجريمه وانا مش هسيبكم بقى. مين اللي وزنكم العامله الصورة دي؟ انا هقول لك الحقيقه يا ام. قول. انا كنت عايز الاوضه، الواد عسليه جاني وسوس لي كده وراح قال لي ما تيجي نسرق امك. قلت له لا يا عسليه بلاش امي عسليه. قال لي فيها ايه لما نسرقها؟ امك حرمانه من الفلوس. راح جاي يهزني ياما نفسيا وخلاني اجي اعمل كده. اصدق والله العظيم كذاب كذاب. هقول لك الحقيقه يا ام. والله العظيم الحقيقه احنا كنا قاعدين كده يا ام. هو الواد ده ما تعالوا اسرقوا امكم. لا
زمارة زمارة جاي قال لي انا بكره ماما، انا عايز اقتل ماما. كذاب. لا يا ماما، اقول لك الصراحه، الشيطان الشيطان ده كان لنا احنا الثلاثه قلنا انتوا قاعدين بتعملوا ووسوس لنا. والله انا هصلي ركعتين واستغفر. اخرس، ده انت الشيطان يستعر منكو، الشيطان يتعلم منكو السفاله يا عدمات التربيه. اقعد انا وانت وهو، ده انتوا مش هتتعلموا ولا تعالى تعالى تنيل على اخواتك البنات هنا. يا فتان يا فتان يا فتان. انت وهو وهو وهو، والله لا اكون منايمكم في الحجز انتوا الثلاثه. لا يا امي هتحبسي عيالك. اخرسوا عيال مين؟ وهو في عيال عايز تقتل امها وتسرق امها؟ هو انا ناقصه جنان؟ يا نهار اسود. زي ما انتوا سابس يا واد انت هو. حاضر سابس. حاضر. اخس عليكم يا كلبه. انا اسفين يا امي. اخرس. معلش يا امي. مرات مش نافعه في حاجه، برضه هحبسك. هتكلم هديها للراجل اللي على الباب عشان يبهدلك في الحجز. اخرسوا خالص عن مكالمه مهمه. انا النت فصل وما عرفتش اللي حصل في اليوتيوب. ما اسمعش حسكم. حاضر. الو. ايوه فندم، ممكن اكلم وليد بيه؟ ايوه انا مدام امبابه، بس صوتي متغلي اني مصدومه. ايوه مصدومه افندم، حتى وانا مصدومه صوتي حلو. وانت ازيك عامل ايه؟ لا بتتكلم جد. انا معاك يا فندم. لا انا بس يعني كنت بفضفض شويه متضايقه، قلت اكلم حضرتك.